لا يخفى على الجميع ان هذه الوفقه ماشي ديال اليوم، هذه راه اسبوع، وهذا كلكم بكل صدق انتم الله يجزيكم بخير، اكثر تحضروا تدوزوا هنا تطلعوا على هذه الوضعيه، وهذه الوضعيه جد مرزليه لانه في اطفال معاقين ذهنيا، لان سنعتبرهم انا كشخص كأب كذلك انه هاد الوليدات مكفولين الامه، يعني هادو مكفولين الامه عباد الله. اذا هادو تنقول لي ملائكه هذه. ثانيا عندهم حقوقهم يعطيها الدستور، يعني نفس الحق اللي عندهم عند الاسوياء، لا يعقل يكونوا في الشارع اليوم. التعاون الوطني هي المسؤوله على هاد الوضعيه اللي تنعيشوها، ماشي تنقولها لانه عن قناعه، وانا مستعد تنتحمل المسؤوليه ديالي في هذا الكلام. وكذلك اليوم الوزيره كذلك تنحملها واحد شويه ديال المسؤوليه. اولا يلاه جات ماشي مشكل، ولكن الا كان يوصلها الاعلام على انه هذه الجمعيه راه عندها وقفات ولا عندها مشكل ديال الاجور ديال الناس ما توصلوش بها، عليها انت تستدعينا وتستدعي التعاون الوطني ونبركوا في طاوله الحوار. هذا هو اللي ملي تكون واحد الاراده ديال الحل المشكل هذه، هذا هو المعقول. ولكن كل واحد سد عليه، والناس واقفين هنا محنين ما مخلصين 7 شهور، وقرروا انهم ما يخدموش الا ما خدوش الاجور ديالهم. اذا التعاون الوطني خصكم تعرفوا، انا نقول هذا الكلام للتعاون الوطني والوزاره، هاد الناس راه ما يخدموش الا ما خداوش الاجور ديالهم. بغيتوا تكرفسوا هاد الاولاد راه مبدئيا راه هما الوالدين تيتشكاو، وراه الامور غادي تجي وغتصعد، وراه ملي غادي يجي وانا تنقول لك المعطيات اللي اتصلت بها على انه غادي يجيو وليداتهم وغادي يحطوهم في الشارع. ما ديروش لا مشاكل مع الامن مع السلطات ديال الدار البيضاء، راه المشكل غادي يكون خايب في هذه الايام المقبله، واللهم تحل هذا المشكل. ليس بالتهديد ولكن هذا الواقع. اذا تنتمنى من هذه المنابر الاعلاميه توجه، وبهذه المناسبه نقول لكم هذه جمعيه من اكبر الجمعيات في المغرب، يعني دات مسابقه عربيه وخدات جائزه من احسن جمعيه في العالم العربي، وعندها 560 طفل وطفله، وعندها 186 اطار، وعندها المنفعه العامه، وعندها سالير شهريا ديال 70 مليون، وعندها المنفعه العامه. شنو هادي بغاو يسدوا بحال هادي؟ راه اقسم لكم بالله الا هاد الجمعيه سدات فمها غتبقى مناضله وفي الواجهه كما الاعلام في الواجهه تطالب حاجه واحده بسيطه جدا، حق من حقوق ديال الوليدات. اذا تنتمنى التوفيق لهاد الاسر اللي انا حزين في هذه الوضعيه، والاطر كذلك.